نرجع لكم مشاهدينا لنتابع معكم لقاءاتنا بيوم جديد عبر سكايب. رح يكون معنا مدرب الحياة والخبير بالترجمة اللغوية العصبية جيلبير نخلي. صباح الخير. صباح الخير ميراي، كيفك؟ كيفك اليوم؟ الحمد لله، نشكر الله. كيفك أنت؟ اشتقنا لك على التيفي. اي وانا كمان اشتقت لك جيلبير، كمان انت بطلت موجود هون، بس الحلو انه من خلال التلفزيون بضل فينا نشوف بعض، هيدي الشغله كمان كثير مهمه. اكيد 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 هولي وسائل التواصل. على كل حال نشكر الله كله تمام. اليوم جيلبير الموضوع على قد ما هو مهم، على قد ما هلا البعض يستغربوه خاصه اذا كانوا بلبنان، لانه لا وما لازم يستغربوه، يعني لازم يتمسكوا فيه اكثر، لانه بدك تخبرنا كيف ممكن يتم التحفيز تحديدا والانتاجيه بمكان العمل بظل ظروف شوي كثير مش منيحه. صحيح، اول شيء بدي اقول صباح الخير لكل اللي عم بيشوفونا اليوم. بالنسبه للتحفيز، يعني نحن لما نسمع كلمه تحفيز او موتيفيشن دائما بنتوقع انه لازم يطلع التحفيز من شخص ثاني لنا، يعني الشخص هو اللي يعطينا التحفيز. ولكن بالبدايه خلينا نبلش نقول انه التحفيز لازم يكون يبلش من عنا نحن، يعني كل واحد لازم يعرف هو شو النيت تبعه بالتحفيز، انا كيف بكون موتيفيتد بالحياه بالاول، وبعدين اعرف انا شخصيتي كيف وكاركتيري كيف وكيف احفز، ساعتها بصير شوف كيف غيري بده يحفزني وبصير اتقبل اكثر اذا كان غيري كان بخيل شوي بالتحفيز. اكيد رح نروح اكثر على التحفيز بمكان العمل، ولكن دائما بفضل انا از لايف كوتش روح على الشخص بالاول، يعني اليوم انا كشخص كيف بحفز حالي وبتعرف على حالي من انا وصغير. يعني بتعرفي كثير منيح ميراي انه نحن من المدارس، وقت نكون بالمدارس وبالتربيه وحتى بالبيت بيعطونا دائما ريورد، يعني اذا بتتذكر ان احنا وصغار كانوا يعطونا بومبا ما بعرف او نجمه يحطوا لنا اياها هون اذا عملنا شيء حلو او شيء منيح، هيدا كله بارت من التحفيز. بس في ناس ما بتتحفز بهيدي الطريقه، يعني بنروح ما بتتاثر فيها، يعني 100% بنروح انه جنرال خلص هيك لازم وبيعملوا لكل العالم نفس الشيء، ولكن ما بنروح على شخصيه كل واحد هو شو بحب وكيف بحب يتحفز. يعني اذا بنرجع على مكان العمل ميراي، بالمكان العمل في ناس بتتحفز بالمصاري، في ناس بتتحفز بكلمه، في ناس بتتحفز بحركه صغيره من قبل مثلا البوس تبعه، وراح نفوت اكثر بالتفاصيل اكيد هلا بعد شوي. إيه معك حق جيلبير، لانه بنشوفها على كل حال، يعني نحن بمجال العمل او حتى وقت كنا على مقاعد الدراسه او بين بعض، كيف في اشخاص عن جد بتتاثر بكلمه وحتى يمكن هي لازم ما ترضى بهيدي الكلمه بس بتحسها عم تعطي اكثر من ما فيها لانه جهه تشجيع بسيط او صغير. هون بيكون في نقص يعني بمحل معين عند الشخص، يعني هو او بيكون هو عاطفي اكثر، ما بهمه الامور، ما بتهمه الامور الماديه. ثانك يو على السؤال. هلا اليوم نحن بوضع كل العالم يمكن بهمها موضوع الماده، لانه صار موضوع الماده مرتبط اكثر بالمشاعر تبعولنا وبحاجاتنا اليوميه اللي لازم نوصل لها. بس اليوم في حركات صغيره بتشجع الواحد انه يكمل بشغله بانتاجيه اعلى. يعني نحن شو هدف الموتيفيشن؟ هدف الموتيفيشن انه انا اكون منتج اكثر، وهدف الموتيفيشن من قبل صاحب العمل انه يكون الشخص اللي عنده عم يشتغل معه او اللي موظف عنده هو بده منه انتاجيه اكبر. يعني نحن بس بنرضى كبوس مثلا انه يكون خلص هيدا بده يجي يعمل شغله بده ياخذ معاشه اخر الشهر ما بيستثمر فيه. لا ما فيك هيك، يعني ليش انت اليوم بتعمل جهد كثير كبير انك تعرف الكلاينتس تبعولك؟ بس اهم اسيت هو الموظف تبعك اللي هو عم بخلي استمراريه الكلاينت يكون عندك اكثر واطول مده. فمشان هيك اليوم اول شيء لازم نعرف الستاف تبعي شو بده وشو بحب، في ناس بتحب اكثر قصص ماديه، في ناس اكثر بتحب الريورد ريكوجنيشنز وهي القصص ريكوجنيشن عفوا وهالاشياء. مثلا اليوم اذا بتلاقي في كثير يعني شان انترناشونال من مطاعم او غيرها بتلاقيهم حاطين مثلا امبلوي اوف ذا مانث وحاطين له صورته،
صح هيدي صح شغله كثير مهمه، لانه انت عم تعمل شيء لفت لهالموظف انه هو كان مثلا انتاجيته عاليه ولا الاتيتيود تبعه كثير حلوه تجاه الكوليكس تبعه له ولا تجاه الكاستمرز، فبيعطوه هيدي الريكوجنيشن مثلا وبحطوا له صورته وبحطوا امبلوي اوف ذا مانث. انت مش بس عم بتعمل له تحفيز لهيدا الشهر بس، هيدا رح يواكبه كل حياته. يعني انا بتذكر شخصيا انه مثلا اجاني مره ريكومنديشن ليتر من سي او كنت عم اشتغل بشركه، بعد لهلا بذكرها وبحطها بالسي في ومبسوط فيها. طب ما هيدا شيء كثير نورمال، بتضلك كل حياتك انت عم تحفظه. وهون مش بس بدك منه انتاجيه، صرت انت عم بتكبر فيه ما يسمى بالسنس اوف بيلونجينج، يعني انت عم بتكبر فيه احساس الانتماء 100%، عم بتخليه يستمر اكثر، وهيك بيكون في ريتنشن اكثر للموظفين. مش باي اوبورتونيتي بيتركك، صار عم بفكر مش بس مصاري صح معاش اعلى بروح، صرت عم بفكر كمان انه انا بنتمي لهون، عم تخلق هالروح فيه كمان. هيدي نقطة كثير مهمة، وقت الشخص يحس حاله بينتمي لمكان بالعمل، خاصة لأنه نحن بالشغل بالمبدأ يعني بنقضي وقت كثير كبير، الوقت الأساسي من نص نهارنا ثلاث أرباع نهارنا هو بهيدا المكان بالعمل مع الزملاء. فإذا واحد حس بانتماء مع هالقد دعم يعني معنوي بيكون تمام. هون قديش شخص لازم يكون بيستحق هيدا الدعم؟ هل مثلا اذا تنقول بوس معين قال ولا هيدي طريقه للتحفيز، هيدا حتى قول للكل انه هن كثير منيح، بيكون عم بيساعد كل اكيب العمل تما يزعل حدا من حدا، ولا هول القصص لازم تكون مدروسه؟ اكيد اكيد لازم تكون مدروسه. اليوم انا كمان بس بدنا نحدد شغله ميراي، انه مش بس اللي بيعمل منيح لازم انا اعطيه موتيفيشن، بالعكس، ما هو اليوم اللي بلش يعني مثل ما بقولوا يعني يكون في عنده اوبستكلز، مش عم يقدر ينتج، مش عم يقدر، يعني في شيء ناقصه هذا الشخص. فهون كمان بدي اعطي موتيفيشن. بنعرف كثير منيح انه التريننج شغله كثير مهمه للموظفين، يعني انا بجيب موظف مثلا عنده خبره، خلص بحطه بتكل بس على خبرته، ما اعطيه تحفيز زياده اليوم مثلا، اعمل له تريننج. هلا انا بالنسبه عليه لإلي استثمر فيه، يعني استثمر فيه. وكثير مهم يعرف الباص انه باخر احصاءات عملت اكثر من 75% من الناس اللي بتترك شغلها بيقولوا انه ما بترك شغلي، بترك الباص تبعي. أوف. يعني انا ما عم بترك شغلي، عم بترك الباص تبعي. اوكي، هون لازم يعرف الباص انه هو استثمار بالامبلوي تبعه هو شغله كثير مهمه، ولازم يعرف انه الكلاينتس تبعه له لما يشوف هالشخص اللي عم يتعامل معه او الشخص اللي عم يجي لعنده كيف عم بيعامل الامبلويز تبعه له، بيعطيه اطمئنان اكثر للكلاينت انه هو رح يهتم فيه اكثر. يعني ما بقعد خايف منه، لانه اذا الامبلويز تبعه له عم يستثمر فيهم هيك، يعني انا رح اكون كثير مرتاح معه بالتعامل. بس برجع يعني للاساس سوري بس بدي اقول لك انه برجع دائما للاساس انه انا ما لازم اتوقع. يعني مثلا ما اعطاني تريننج، ما بعتني على التريننج البوس تبعي، وانا صارت معي كذا مره انه مثلا بطلب قصص اوقات بيقولوا لك ما في بادجت، ما في كذا، انه اوكي اي دو ترين ماي سيلف. اليوم في انفتاح كثير كبير، وفي انترنت، وفي مواقع كثير بتعمل تريننجز فور فري. خليني ما انطر حدا يطورني، خليني بلش انا اطور بحالي. نعم، بس هون جيلبير مثل ما كنت عم تقول، في كتار بيتركوا الشغل من وراء البوس تبعيتهم، بيقولوا انا تركت البوس مش الشغل، يمكن شغل بحبه بس طريقه التعاطي كانت سيئه. وهون كمان يعني الواحد بيقول لك انا طب ليش بدي اشتغل على حالي لاعطي هالمؤسسه او هالمكان يلي انا فيه وهي اصلا مش مقدرتني، بدها هالقد بعطيها على قد ما بدها، بيقبضوني هالقد ولا بشتغل على الملي على المصاري اللي عم يعطوني اياهم. اوكي، بس اليوم ما ينسى هيدا الموظف انه هيدي فتره من حياته عم تقطع، وهيدا عمر. يعني اليوم اذا انا بدي اقعد 5 سنين وعشر سنين وعشرين سنه بذات المؤسسه، والمؤسسه ما عم بتطورني، وانا قاعد هيك بس مادي اجري، ما بدي اعطي اكثر. بالنهايه انت لما عم تعطي مش بس عم تعطي لغيرك، انت عم تعطي لحالك، عم تتعلم. انت عم تتعلم، انت لازم يكون عندك حشريه انك كل يوم لما بدك تروح على الشغل مش بس تعمل واجبك، لانه على قد اللي بيعطوني اياه. كل الخبره اللي انت عم تاخذها لحالك هيدا انت بالمستقبل
رح تطورك اكثر وتعطيك فرص اكثر بانك تلاقي شيء بيشبهك اكثر بالمستقبل. فما تضيع وقتك بس لانه ما عم يعاملوني منيح او ما عم يعطوني المعاش اللي لازم. انت بالنهايه مش بس هالوقت عم تعمله كرمال بس تشتغل وتاخذ مصاري باخر الشهر، انت عم تعمله كمان بدك تطور نفسك بالكارير اللي انت قررت عليه، لانه اهم شيء انه نحن نقرر وين نحن، لازم نحب شو عم نعمل، مش بس ننجبر دائما نعمل شيء لانه هيك وجهونا اهلنا ولا لانه هيدا الترند هلا كل العالم عم تروح على هيدا الدومين انا بروح عليه، بالنهايه بكتشف انه هيدا الشيء ما بيشبهني. نعم كمان يعني هيدا الشيء ده بوينت كثير مهمه. طب هون الى جانب التحفيز المعنوي اللي ذكرته انه الواحد كمان يشتغل على حاله ويطور بحاله، التحفيز المادي قد ايه بياثر بالاشخاص؟ وهل هو بيكون بالفعل محفز للكل ولا في كمان ناس ما بتتاثر بزوده ماديه ببونس معين؟ معقول في حدا ما يكون بحب؟ بلا اكيد التحفيز المادي مهم لكل الناس، يعني خاصه نحن هلا بهالايام، يعني اليوم التحفيز المادي كثير مهم. هلا ضروري مش مهم؟ ضروري جدا اكيد ضروري كثير. بس في ناس نحن عم نحكي يعني ان جنرال، عم نحكي از ساينس، يعني اليوم في ناس في اطباع، يعني في بيرسوناليتي تريتس بقول لك انه في اشخاص بتفضل انه يكون عندها تحفيز اكيد مادي. يعني رح اعطيك اكزامبل صغير، امبارح وقت حطيت بوست انه انا رح اكون معكم اليوم وحطيت شو التوبيك، حكاني شخص صديق لي، يعني قال لي انه اذا تحفيز مش مادي انا ما بيعني لي بالمره، يا مصاري يا ما يا لها معنى، يعني يا بلاها. طب ذس از هيم اوكي، اذا هيدا الشخص هيك، بس انا اليوم كشخص لازم يعني هيدا عارف حاله انه هو ما بحفزه شيء غير بس الماده. في شخص ثاني اكيد لانه في حاجه اليوم بحفزه الماده، ولكن ان جنرال اذا بتفوتي اكثر بالبرسوناليتي تريتس تبعيته بتعرفي انه هو كمان بحفزه كثير كمان ريكوجنيشن ريورد، انه يحط يمكن هيدا الريورد اللي بيجي من الباص تبعه يحطه مثلا على الحيط عنده او بكادر بينبسط فيه كل حياته. هيدي شغله كمان موتيفيشنال وكتير مهمة عند بعض الأشخاص. أنا لازم أعرف حالي وين بأي كاتيجوري، هون ولا هون، ولازم البوس تبعي يعرف، ومش يعرف من بعد ما أنا أتوظف بمدري قديش ويكتشف هذا الموضوع. نعم. اليوم بالريكروتمنت بروسس بهلأ بأيامنا صرنا 2021 ما بيطلعوا بس على السي في وعلى هول السؤالات الأسئلة يعني الروتينية بالريكروتمنت. لازم نعمل تست للبرسوناليتي تريتس، نعرف هو كيف الليرنينج ستايل تبعه، كيف بحب، شو بحب، كيف بيحفز. هدول الامور كلها لازم تنعرف، وبلس لازم اعرف اي تايب اوف برسوناليتي هو، شخص منفتح، شخص مغلق على حاله، شخص مثلا سوشيبل كثير، تعرف كمان انا باي ديبارتمنت بدي احطه، تعرف انا كيف رح استفيد من هذا الشخص وهو يستفيد ويطور حاله كمان. يعني مش بس انه انا بجيب السي في بقرا السي في بساله سؤالين وبوصفه. توظيف الشغلة صارت سوبر اليوم مهمة. ومعتمدين عن جد هول الشروط عم بيكونوا؟ يعني عم بينتبهوا لهم المؤسسات إيه الشركات؟ إذا في ستاندرز كبار اليوم، يعني في شركات كثير كبيرة عالمية، في لوكلز، يعني أنا اشتغلت مع شركات لوكلز كنا نعتمد كثير لأنه فت أنا بالريكروتمنت وتريننج وفت واشتغلت كثير بروجكت، كنا مضطرين نعتمد على هذا الموضوع لأنه إذا بدك تتطوري أنت كشركة بتتطوري من خلال الأشخاص اللي بتجيبيهم، مش بس من خلال السيستمز. بندفع بلاوي تنجيب سيستمز، مظبوط، اي تي سيستمز، بس ما بنستثمر يمكن تست صغير تنعرف هذه الشخصية أنا كيف فيني استثمر فيها لمصلحتي بالنهاية. يعني المردود رح بيكون كبير وإيجابي إذا كل واحد عرف يناسب هي بده يكون فيها دراسة، وواحد عن جد فهم هيدا الشخص وين لازم يكون حتى يلاقوا نلاقي كلنا نتيجة حلوة 100%. ولازم تدارك الشغلة من الأول، يعني مش أنطر تأخسر فيها خسارة الشغلة. نعم. أنا بخسر من وراء الناس اللي عندي وبربح من وراء الناس اللي عندي. أكيد. يعني في statistics انعملت مثلا بتقلك 21% increase in profit إذا أنا عرفت الأشخاص اللي عندي وعرفت شو اللي بحفزهم وحفزتهم، بصير في عندي 21% increase بالprofit سنويا. وفي employees انعمل عليهم statistics بيقولوا لك أنا if I'm not motivated the way I love to be motivated
I am less, يعني I am 53% less productive. يعني ما هالقد ما بكون بيعطي شيء يعني، نص نص ايه ماشي يعني. ايه، ايه فانت قاعد يعني عم تعطي معاشك، معتبر انه انت يعني ليميتد، بس انت حتى بالمعاش اللي عم تعطيه لهذا الشخص انت عم تخسر وعم يعني عم بتخسره من بتوفر حاله. من ويه من ميل، وعم يعني وعم تخسر من ميل تاني، 100% وايه ميراي، وعم مية يعني عم بالمية بيخسر كمان الموظف اللي عنده. طب هون وقت تنقول في بعض الموظفين، خلينا نقول بمؤسسة معينة، حاسين انه هن عم بيعطوا كتير وعندهم انتماء، بس ما حدا عم يعني عم يسلقيهم بالمقابل، ولا بشكل معنوي ولا من الناحية المادية. شو لازم يعمل هون هالشخص؟ لازم يتوجه يحكي مع البوس تبعيته يقول له انه انا لا بحس انه انا لازم اكون مقدر، ولا هو بيختار شو بده، يا بيبقى يا بفل؟ لازم يجرب كل الطرق اذا هو بحب الشغل اللي هو فيه ومنه غلط. الكوميونيكيشن هي اهم شيء بمكان العمل. اليوم انا بروح عند البوس بقول له انا حب انه انا تحفزوني بهيدي الطريقه. اذا كان وصل لمحل ما قدر يحقق ذاته بهيدا المحل بالمكان العمل اللي هو فيه، لازم يروح يشوف وين بيقدر بيحقق حاله. هلا نحن عم نحكي بظروف صعبة انه طبيعية. الواحد اليوم ايه هلا بيلاقيه بظروف صعبة، بس طبيعية. اذا بظروف طبيعية شو لازم يعمل؟ ايه هلا اليوم مثل ما بقولوا الواحد عاضد على الجرح مطرح ما هو يعني، وما بيقدر يحكي شيء وما بيقدر يعمل شيء. بس بالايام اللي اكيد ان الله رد، يعني نحن عندنا امل كثير كبير انه نرجع للايام اللي كانت قبل واحلى من الايام اللي كانت قبل اكيد. لازم كل واحد ينبش على المحل اللي هو بحس انه بيقدر يحقق من ذاته، لانه تحقيق الذات هو بيجي من بعد ما انا يكون عندي الحاجات الاساسيه. ما فيني بلش حقق من ذات اليوم وكون انا قاعد بعدني عم نبش كيف بدي اكل وكيف بدي اشرب وكيف بدي امن كهرباء أكيد والمطار والهيك، ما بقدر. يعني أكيد ما فينا اليوم نضحك على حالنا، وحكينا صح. اوريدي قبل انا وزميلي الي بهذا الموضوع اللي هو الامل والتفاؤل وهيدا، وانه اليوم ما فينا نعمل تفاؤل مزيف، يعني انه انا متفائل بس انا بعدني عم نبش كيف بدي اكل واشرب. لا، في يعني في تراتبيه اليوم، ولكن تحقيق الذات اكيد هو من اهم واعلى يمكن المراتب بالهرم تبع الحياه يعني. نعم. اذا اجى التحفيز جيلبير من الزملاء بالعمل، يعني اوقات بنشوف في شخص بتحسه هيك مثل مغبون او مش عم يوصل له حقه، وانت هيك احتضنته، يعني قلت له لا بقى انت شاطر وكلنا بنعرف انك شاطر بشغلك وليك شو عم تعمل في قدامك او في وراك كان مسيره ناجحه، هيدا الشيء بيكون عم نساعده عم نحفزه، ولا شو عم نعمل؟ عم نعطيه مسكن؟ يعني قصدك الزملاء بين بعض؟ ايه انه هيك حتى يعطي اكيد. بوش لبعضه. لكن دايما في، يعني بنرجع على انواع اشخاص وانواع شخصيات، دايما في شخص بنسميه بعالم البزنس وال اتش ار يعني بسموه ذا سوشيال باترفلاي. يعني في شخص دايما بتلاقيه هو اللي بيحفظ اسرار الكل وبيقعد مع الكل وبيدير الكل وبيسير الكل وبيعطي موتيفيشن. يعني هذا الشخص مهم بكل شركه لانه هو بيعطي تحفيز لزملائه. بتلاقي شخص بيكون شوي ديبرست من وراء العمل، بيجي هذا بيعطيه شويه امل. مش غلط اكيد، لانه الكوليجز بالنهايه هذا التيم سبيريت يعني، وهذا التيم ورك. مش بس تيم ورك انه نشتغل على بروجكت، تيم ورك انه نحن نحفز بعض وانه نحن ندعم بعض، لانه بالنهايه المصلحه هي مشتركه. كلنا بننجح وكلنا بنفشل، ما لنا شغله بشخص واحد. يعني لازم يكون في هذا التيم سبيريت، واكيد مؤثر جدا انه يكون في شخص انا صديق لإلي مش بس كوليج بقلب العمل كرمال تا قادر استمر وما اوقع باي مطب اول مطب يعني ما بقوله. نعم. جلبير وقت اللي بتشتغل كوتشنج على يعني بشركات انت بتكون موجود فيها، بتشتغل على كل يعني كل فئه بفئتها، كيف بتقسم شغلك؟ يعني ما بعرف اذا هيك السؤال واضح، يعني بتشتغل على الاداريين فيها وهن الشيء اللي بياخذوه من المعلومات بيطبقوه على الموظفين، او على الكل؟ لازم تشتغلي على يعني الابر مانجمنت والاشخاص التيم كله، لانه اليوم الابر مانجمنت هو اللي بيطلب منك او التوب مانجمنت هو اللي بيطلب منك انك تعملي مثلا كوتشنج او تريننج للموظفين. اول شيء لازم ينعمل ميراي هو انه لازم ينعمل نيد اناليسز، يعني
مثل اناليسز للحاجات تبع الاشخاص. شو يعني نيد اناليسز؟ يعني كل واحد هو شو حاجته وهو شو بده، ومن خلال هدول القصص اللي بتعمليهم التستات الاوليه بتقدري تعرفي كل واحد كيف هو بيتعلم، كيف بيتحفز، وكيف شخصيته، كيف هو بيعمل انتراكشن مع الغير. ومن هالطريقه انت بتبلشي تطوري الاشخاص بحسب النيد تبعهم individually، يعني كل واحد لحال. وفي اشياء بتنعمل ان جروب وفي اشياء بتنعمل وان اون وان، يعني مع كل شخص كرمال هيدا الشخص يتطور. وبالنهايه ما فيك تعمل انكريز للبروفيت تبعك، يعني هون رساله لاصحاب العمل ولا التوب مانجمنت. صحيح، ما فيك من دون ما تعمل تريننج اند كوتشنج اند تطوري هدول الاشخاص، لانه الكوتش مش بس بيجي بيعطي نظريات، الكوتش الحقيقي هو الشخص اللي بيعمل كمان فيلد تريننج، يعني بينزل معهم على شغلهم اليومي، وكمان بيعمل الفولو اب سيشنز، يعني بيرجع بشوف بعدين اللي هو علمهم اياه هل يطبق ولا ما يطبق وليش ما عم يطبق 100%. سو في بروسيس معين، وبالنهايه كل الهدف انه يصير في انكريز بالبروفيت. واذا صار في انكريز بالبروفيت كمان الموظف رح يستفيد من بونس اكثر، من انكريز بالسالري اكثر، سو بترجع الفايده على الكل. نعم. طيب جيلبير، هلا مع الكورونا ومع كثير شركات فضلت انه يكون الشغل من المنزل اوفر لها، وبنعرف انه هلا كل شيء عم بيصير عالميا بالاقتصاد العالمي، يعني كل شيء تاثر من وراء الكورونا. كيف ممكن تطبق هيك تعليمات وارشادات؟ في كوتشنج اونلاين للموظفين او كيف يعني عم بتصير؟ To be honest ميراي، انا بالاول كنت مش من محبذين الاونلاين سيشنز واونلاين كوتشنج واونلاين تريننج، لانه نحن يمكن ما كنا معودين، بلس انه شغلنا ضروري يكون في هيومن انتراكشن اكثر، يعني نكون موجودين فيزيكال بريزنس اكثر، بتشوف الشخص اكثر، بتشوف البيهيفير تبعه اكثر، بتشوف كيف الاتيتود تبعه اكثر من ما انك تشوفيه على السكرين. بس اليوم اضطرينا انه نروح على اونلاين كوتشنج اند تريننج، وكبرنا اذا بدك الافشنسي تبع الموضوع، يعني كبرنا انه الطريقه تكون غير، الوصول للاشخاص غير، نعمل وان اون وان ونعمل جروبس، واكيد رح نوصل لنتيجه. ممكن بس الفرق انه يكون في تايم فريم يكون اطول، يعني مثلا okay. اذا كنا بفيزيكال بريزنس نعمل مثلا بروجكت على شهرين او ثلاثه، يمكن هون ياخذ 4 أو 5 أشهر، لانه في فرق بالوجود، ما في وجود على الارض، يعني بضل الشغله بتاخذ اكثر وقت. ولكن اكيد اليوم مستمرين، وفي كثير كوتشنج سيشنز عم تنعمل مع شركات، بس كله اونلاين، ولازم وان شاء الله يعني نقدر نرجع نكون في عنا فيزيكال بريزنس اكثر، لانه اكيد بضل اهم انك انت يكون في هيومن انتراكشن، ويكون في تواصل اكبر، يعني كوميونيكيشن عم نحكي اكثر مما يكون على السكرين يعني. نعم جيلبير، انا بدي اتشكر اطلالتك معنا لليوم، ميرسي كثير دائما على كل النصائح، كل المعلومات يلي بتعطينا اياها، وكل التحفيز كمان يلي بتعطينا اياه من خلال لقاءاتنا معك، ان كان بالحضور الشخصي يعني تكون موجود معنا او من خلال الزوم. اهلا وسهلا فيك جيلبير. ميرسي كثير ميراي، ميرسي على الاستضافه، وانا كل مره يعني بحب اني اطلع معكم وانت بتعرف هالشيء، وان شاء الله بنشوفك كمان مره ثانيه. الله راد، ميرسي كثير لك وموفق دائما يا رب. اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا رح ناخذ فاصل صغير وبنرجع لحتى نتابع معكم.